بالنسبة للكلام دوت قدمنا شكوى رسمية للجامعة واتاخد الكلام اللي حصل. يعني ايه المشكلة اللي دارت ما بين الأدب اللي الدكتور بيقول ان هو اتحرش فيه؟ يعني ايه تفاصيل الموضوع؟ انت عايزين تعرفوا بالظبط ايه اللي حصل يعني؟ ايوه تفاصيل الموضوع ايه؟ الطلبات يعني؟ اعتقد يعني انه موجود على النت الفيسبوك بتاعك طلعوا من الحاجه. طب الموضوع وصل لايه بقى؟ الموضوع وصل اللي تحول شؤون قانونيه، وشؤون قانونيه حقق مع الدكتور وخد اقوال الطلبات وطلع قرار شؤون قانونيه ورئيس الجامعه قول دكتور المجلس تاديب ورئيس الجامعه اعتمدوا امبارح وقرار صدر النهارده بيقول الدكتور مجلس التاديب وفقاً العمل لحين خد قرار مجلس التاديب. يعني مجلس تاديب ولا تحقيق؟ مجلس تاديب دي حد ذات عقاب. مجلس تاديب. طب وبالنسبه للوقفه بتاعت النهارده يعني وقفة النهارده دي اصلا يعني مش تبع الكليه، مش تبع طلاب الكليه واي ايفنت معمول على الفيسبوك اي حاجه ثانيه غير حاجه رسميه من الكليه مش تبع الكليه. بس الحقيقه في فعلا طلبه من الكليه هم اللي بيتبعوا الايفنت ده بيحصل. طلبه من الكليه غير يعني ما عندهمش علم بالموضوع. لو انت اتصلت بطلاب قسم جرافيك هتعرفوا اكتر من الموضوع، الموضوع ماشي ازاي وهم عارفين الموضوع ماشي ازاي والتقاط بتاعته. لكن الطلبه اللي بتكتب ثانيه سواء من الكليه او بره الكليه فما عندهمش درايه بالموضوع، درايه كامله بالموضوع. بس هو في ناس قال ان هو التحقيق ما جابهمش حقهم او ان الدكتور ما تعاقبش. انا بقول لك دلوقتي انا رئيس الاتحاد وبقول لك التحقيق وصل لفين. تمام؟ بقول لك اداره اداره الجامعه وصلت التحقيق لفين؟ التحقيق ماشي ازاي؟ مجلس التأديب هياخد قراره ان شاء الله، واي اخبار رسميه او اي حاجه رسميه تنزل على بيج الاتحاد تتعلق بلوحه العلامات الكليه. اي حاجه غير كده غير رسميه والكليه ما تعرفش، اما الكليه ما لهاش دعوه بيها ولا الاتحاد الطلبه ليه دعوه بيها ولا اي طالب من الكليه ليه علاقه بالموضوع ليه دعوه بيها.